اولا كنشكر اللاعبين كاملين حيت هذا المستوى اللي ظهرنا به كاملين واخا فضل الظروف الصعيبه اللي كيعيشها الفريق. ثاني حاجه حنا اليوم كنا عارفين اننا لاعبين ضد فريق الكبير، فريق اللي عنده تركيبه بشريه كبيره، وكنا كنتسناو ان غيكونوا هجمات بزاف على 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 المرمى ديالنا. الحمد لله كان التوفيق ديال الله سبحانه، وحاولنا نجروا الماكسيموم نخليو الماتش يبقى يعني نبقاو حيين في المقابله حتى الاخر رمق. نتمنى ان شاء الله هذا المستوى اللي ظهرنا به اليوم انه ينعكس علينا في المقابله المقبله، باش نحاول نصحوا المسار ديالنا ان شاء الله في البطوله. المدرب تاع فريق الرجاء الرياضي شكرك في الكونفيرونس وقال ان الجول ديال برشا اليوم قدم مستوى كبير، وهذه شهاده كبيره اللي غادي نعتز بها صراحه. نتمنى ان شاء الله انه المردود ديالي انه يزيد يكبر. اي لاعب عنده طموح باش يزيد قدام، نتمنى ان شاء الله بالعمل والمثابره ان شاء الله بنادم يحاول انه يزيد مراتب القدام ان شاء الله. ومن هذا المنبر انا كنقدم لي الشكر من هذا المنبر ديالكم.